أهلا بكم. لليوم الثاني على التوالي يستمر هذا المشهد الانتخابي الذي يكلله الشعب المصري بوعي. مصر التي واجهت التحديات على مدار الزمان وحمت نفسها بإرادة وعزيمة ووعي أبنائها وبحكمة وقوة قيادتها تثبت كل يوم وفي كل لحظة أنها أمة لا تخاف ولا تنكسر، الأمة صاحبة الحضارة والتاريخ. وهي تخطو لمرحلة جديدة في تاريخها من خلال استحقاق انتخابي هام، انتخابات الرئاسة لعام 2024، استحقاق دستوري في مرحلة هامة من تاريخ الوطن، مرحلة مليئة بتحديات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية. وفي ظل تنامي حجم وعمق التحديات التي تواجه الدولة المصرية نتابع مشاهد لحشود المصريين وذلك على أبواب اللجان الانتخابية رافعين علم مصر وهو الراية التي يتسلح بها المواطن في حروبه وانتصاراته وفي تحدياته وفي فرحه بارتباطه ورمزيته التي تعبر عن حب هذا الشعب لوطنه. مشاهد المصريين من مختلف الفئات العمرية، الشباب والشيوخ التي تابعناها بالأمس واليوم وقبلهما في انتخابات الخارج تعكس وعياً شعبياً بأهمية المشاركة وأهمية تأدية ما علينا من واجبات تجاه هذا الوطن. فالصوت أمانة ورأي كل مواطن منا ومشاركته يغيران الحاضر ويخطوان بمصر لمرحلة جديدة نستكمل فيها مسيرة التنمية نحو مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن. مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة معكم على شاشة التلفزيون المصري على مدار الساعة لهذه الانتخابات الفارقة التي تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيش فيها مصر، انتخابات الرئاسة 2024.